بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان وزمان، محبي رياضة الآباء والأجداد، عشاق هذا التراث العريق، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين لسباقات الهجن العربية الأصيلة التي تقف مرحبة بهذه الانطلاقة وبهذا الشوط الرئيسي الذي تعلن انطلاقته في مساء هذا اليوم، مساء يوم الخميس الخامس من شهر ديسمبر لعام 2013، من انطلاقات الخير والبركة وجائزة مهرجان زايد الكبرى التراثي الذي تعلن انطلاقة الشوط المفتوح وشوط الخنجر، شوط الخنجر الذي تعلن انطلاقته من مسافة 6 كيلومترات ليعلن الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، المركز الرابع، العبور هي القادمة. محمد بن غانم بن حمود يتقدم الظاهري في هذه اللحظات، وصلوا هالي السلطنة، وصلوا مع ذخيرة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي وشعارها سيفين والخنجر عمانية. حتى هذه اللحظة ينطلق مع ذخيرة، ذخيرة مع المركز الأول، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي داخلها لهذا اليوم. المركز الثاني الشايبة مع المركز الثاني، خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي من يقدم الشايبة. العبور مع المركز الثالث، لمن العبور؟ بطاقة العبور لمن؟ الخنجر، الخنجر ينتظر ذخيرة، الشايبة، العبور، العبور والشايبة وذخيرة، اللحظات الأخيرة، وخلفان الهاملي ما زال مع المركز الأول، ما زال مع الشايبة، ولكن ذخيرة، عادت ذخيرة، أبناء السلطنة، أبناء السلطنة، إشعارها سيفين والخنجر عمانية، الخنجر عمانية إلى الأشقاء في السلطنة، إلى ميدان الأبيض، بيض الله ويهك يا الوهيبي، يا الوهيبي، يا الوهيبي، ذخيرة، ذخيرة، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي إلى هالي برزمان، تهانين على فوز الخنجر إلى الأشقاء بالسلطنة العمانية. المركز الثاني، وصلت الوثبة من الغصاب بن مصبح راعي الطير العامري. المركز الثالث نجاح ملك صالح بن حمد القمرة. المركز الرابع وصلت العبور ملك محمد بن غانم بن حمود الظاهري، وخامسا الشايبة خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي. هكذا متابعين الكرام في كل مكان، الشوط الرئيسي المفتوح ذهب مع هذه البطلة، ذهب مع ذخيرة 9 دقائق و17 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي على انتزاع الناموس والخنجر في الشوط الرئيسي. 9 دقائق 19 ثانية هو التوقيت الزمني للوثبة ملغصاب بن مصبح راعي الطير العامري. تهانينا على هذا الفوز. بينما المركز الثالث، التوقيت الزمني 9 دقائق و20 ثانية و4 أجزاء من الثانية هو توقيت العبور وللتحديد. تهانينا لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري على فوز العبور في المركز الثالث. تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن